أهلا بكم، أذهب إلى برلين وعبر سكايب ينضم إلي الدكتور شبرمة ياسين الخبير في الشؤون الأوروبية. دكتور شبرمة أهلا بك. إذن مؤتمر برلين للأمن والدفاع، هذا المؤتمر الشهير الذي هو بالأساس مسؤول عن بلورة سياسة أوروبية خارجية وأمنية موحدة، إلى أي درجة تنعكس المستجدات الأخيرة على أجندة عمل الدورة 21 من هذا المؤتمر؟ ويمكن اعتبار هذه الدورة هي دورة ترتيب إعادة ترتيب الأولويات. تحياتي لك ولجميع مشاهدي قناتكم المحترمة. أعتقد أن هذه الدورة تلعب دورا مهما في إعادة صياغة الأمن بشكل عام في المجتمع الأوروبي، خصوصا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. نحن نتحدث عن غزو دولة لدولة أوروبية أخرى. الدول الأوروبية لم يكن بشكل عام ليس لديها أي جيش كبير. نحن نتحدث عن ألمانيا، عن فرنسا، عن جميع الدول الأوروبية. المظلة الوحيدة لحماية الأمن الأوروبي كان عبارة عن طريق حلف الناتو بدرجة أولى. أما الدول الأخرى فلم يكن لديها أي جيوش أو صناعات عسكرية قوية. نستذكر في بداية الحرب أن أولف شولت المستشار الألماني وعد بتقديم أكثر من 100 مليار يورو لمدة 10 سنوات لإعادة بناء هذا الجيش الألماني، وهو ما جاء على قوله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه بوجود دول مثل ألمانيا ومثل فرنسا ستقوم بتحديث جيوشها وبتحديث الصناعات الحربية وبزيادة الميزانية لتلك الدول، فإن ذلك سيرغم روسيا إلى النظر وإعادة النظر في لو ما تمكن من إعادة احتلال دولة أخرى أو من قصف دولة أخرى في حلف الناتو. بالإضافة إلى ذلك، فإن أهمية هذا المؤتمر هو إعادة صياغة الأمن السيبراني الذي يدك داخل الاتحاد الأوروبي من قبل هجمات سيبرانية سواء كانت من روسيا أو من دول أخرى غير معلومة، ولكن هناك مشكلة داخل الاتحاد الأوروبي بما يخص الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، أن أولف شولتز ناقش أيضا في خلال هذا الافتتاح مدى صدقية والأخذ على محمل الجد أن الدب الروسي سيقوم باستخدام الأسلحة النووية من عدم استخدامها. هناك ترتيبات أمنية ستعاد في الاتحاد الأوروبي لوضع الأسلحة النووية ومدى استخدامها من قبل الطرف الروسي أو من قبل أي طرف آخر على محمل الجد. نحن نتحدث عن قارة بأكملها تحتاج لإعادة صياغة أمنية. المؤتمرات السابقة كانت تتحدث عن الأمن سواء كان ضد الإرهاب أو ضد قدوم اللاجئين أو الهجرة غير الشرعية أو ما ذلك. أما الآن بما أن الحرب هي على الأبواب، فهناك مخاطر كبيرة ويجب أخذها على محمل الجد في الجانب الأوروبي. نعم، أوروبا تتعامل مع مفهوم الأمن ليس فقط بمعنى التقليدي، ولكن ملف الطاقة أيضا له حضور قوي في كل مقارباتها منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. والمستشار الألماني ورئيس وزراء النرويجي كان لهما بالأمس لقاء أعقبه مؤتمر صحفي، أعلنوا فيه عن إطلاق آلية لحماية البناء التحتية البحرية. طبعا هذا يتزامن مع ما تعرض له من تخريب خطي نورد ستريم 1 و2 فيما مضى في سبتمبر الماضي. إلى أي مدى أمن الطاقة أصبح يشكل هاجسا لدى الأوروبيين، ليس فقط في مسألة تأمين البديل الروسي، ولكن أيضا حماية ما هو متوفر بالفعل؟ صحيح، عندما وقع الانفجار أو عندما وقع الاعتداء على السيل الشمالي، قامت الدول الأوروبية وبخاصة ألمانيا بوضع منظومات حماية الصواريخ باتريوت على جميع مناحي الطاقة في ألمانيا. نتحدث عن محطات تخزين النفط وعن محطات استقبال الغاز المسال في شمال ألمانيا وفي جنوب ألمانيا، بالإضافة إلى أن فرنسا قامت أيضا بحماية بعض المنشآت النووية التي ما تزالت تعمل. هناك مشكلة في حماية أمن الطاقة لأن الدول الأوروبية لم تكن معتادة على مثل هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، ما ذكرت، المشكلة في أوروبا الآن هي وجود بدائل للغاز والنفط، وليس المشكلة هي في وجود البدائل، المشكلة أننا نريد أن نجد البدائل في أوروبا بأسعار مخفضة. نحن نتحدث عن 4 أضعاف تبيعه الولايات المتحدة الأمريكية سعر الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج الشريك الأول الذي أصبح الآن الاتحاد الأوروبي يبيع الغاز بأسعار مرتفعة. وهنا لابد من التنويه أن هناك اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيناقشون، هو مناقشة عبارة عن
شراء الغاز بشكل كامل للاتحاد الاوروبي عباره عن بوتقه. الاتحاد الاوروبي ستكون هناك مشتري واحد للغاز. لا ننسى ان المانيا وقعت عقدا مع قطر لمده 15 عام سيكون به تزويد المانيا للغاز. هناك مشكله وجود الغاز والنفط في الاتحاد الاوروبي بعيدا عن الدب الروسي. الاتحاد الاوروبي والقاره العجوز تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي منذ 1960 1965 على النفط، ومن ثم منذ قدوم بوتين كانت هناك عدة أنابيب نفط تسيطر على جميع مناحي الحياة في الاتحاد الأوروبي. لذلك نرى أن هناك مشكلة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، ارتفاع معدل التضخم بالإضافة إلى زيادة الأسعار في الطاقة الكهربائية، في التدفئة، في أسعار الوقود. ولكن الاتحاد الأوروبي يلزمه ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. لذلك أرى أن أهمية هذا المؤتمر وأهمية بناء منظومة اقتصادية ومنظومة سياسية وأمنية هو مهم لإعادة دورة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بشكل عام وخاصة في ألمانيا. نقطة أخيرة وسريعة خاصة بتعامل حلف الناتو تحديدا مع الصين. وستولتنبرغ قال خلال حديثه في مؤتمر برلين الأمني أنه لا يزال يؤمن بفوائد التجارة الحرة، لكنه حذر من العواقب الأمنية المتوقعة من التعامل مع بعض الدول العظمى كالصين وروسيا. في مسألة الصين تحديدا، وهناك لقاء أيضا مع جوزيب بوريل بين الرئيس الصيني وجوزيب بوريل، إلى أي مدى بإمكان أوروبا أن تستثمر ما يدور على الساحة الآن لصالح علاقات الشريك الآخر الذي لا نعرف ما إذا كان حليفا أو خصما، الجانب الصيني؟ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجري في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية هي راضية عن الصين بشكل أساسي، فإن الاتحاد الأوروبي يجري في مجال في نصف هذا الفلك. الاتحاد الأوروبي لا يستطيع بشكل عام العيش بشكل طبيعي أو عدم استيراد أي سلع من الصين. الصينيين، الصيني هو مسيطر على التجارة العالمية، هو المركز الثاني له في التجارة البينية ما بين الصين والاتحاد الأوروبي. ألمانيا هي الشريك الأول للاتحاد الصيني. هناك زيارة كانت لأولف شولتز إلى الصين، وهناك مباحثات كبيرة. لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يستطيع فعل الكثير مع الصين إذا أردنا الحديث عن القيم الأوروبية وتوريدها إلى الاتحاد الصيني. فذلك من المستحيل، لأنه حدث ذلك نفس الموضوع مع أفغانستان، مع العراق، مع ليبيا ومع روسيا، ولم يكن هناك أي تأكيد أو أي مفهوم جديد للعلاقات المبنية على القيم، أي أن الدولة الأوروبية تريد أن تشتري من الدولة الصديقة لها ذات القيم المحددة. شكرا لك عبر سكايب، كنت معنا دكتور شبري ما ياسين الخبير في الشؤون الأوروبية.